الصفقه ستتم خلال ايام او اسابيع. طيب سيد عبد الله اسمح لي ان انتقل مجددا الى القاهره. سيد القصاص، يعني حماس تقول بان هناك قائمه من الضغوطات عليها تمارسها مصر، بدءا من اقفال معبر رفح، فالجدار الفولاذي، منع قوافل المساعده، تعطيل صفقه التبادل. يعني بحسب ما جاء في بعض المواقف لاحد مسؤولي حماس، هل يمكن لمصر ان تخضع حماس يعني لشروطها بهذه الطريقه؟ اولا لا يجرؤ اي انسان وغير مسموح لاي بني ادم يتحدث عن السياده المصريه. مصر على ارضها سياده كامله ودوله كبرى وعظمى، مش حماس هتقول لها ولا تشرط عليها اي عمل داخل الاراضي المصريه، ولا اعتقد ان عناصر حماس او قيادات حماس هيطلبوا من مصر هذا المطلب اللي هو ليس من حقهم. اولا احنا شوفي كل اللعبه النهارده الانشقاق الفلسطيني الفلسطيني. لو انحلت المشكله بين الطرفين دول كل الامور هتعود لصالح القضيه. فمن العائق؟ ما الذي يقف عائق في هذه المصالحه؟ يعني حماس تقول بان مصر لم تكترث للتحفظات على الورقه المصريه، وهي من تعرقل هذه المصالحه وليست حماس. الشروط بتاعت حماس يعني عايزه ايه؟ يعني مثلا لو نعمل او جدار مائي او قطع خارج داخل ارضنا، هل دخل حماس او فتح او اي حد فلسطيني في هذا الشان او اي حد في العالم؟ بعتقد دي حدودنا، واحنا الامن بتاعنا احنا نعرف نحمي نفسينا. انما ده اذا كان وجدنا ان في ضرر بياتي لينا من شيء معين وبنحاول نحل هذا الضرر والقضاء عليه، مش من حق اي حد يسال طالما داخل ارضنا، طالما داخل ارض المصريه. انما انا اقول لك حضرتك يعني ما لسه احنا لان انتوا ناقشوا الانشقاق الفلسطيني الفلسطيني، ناقشوه، قربوا وجهات النظر تجري وراء مصر، كل شيء حينحل، لكن لصالح اسرائيل هذا الانشقاق، هي الدوله الوحيده المستفيده. النهارده قاربنا على 4 سنوات، حتى حماس كنا شوارع مصر كانت تبتهج وتفرح من عمليات استشهاديه، النهارده ما فيش، النهارده انشقاق. السلطه انا بقول 100% السلطه ليها اخطاء، وحماس وانا حسب احتكاكي بالفلسطينيين كثيرون يقول ان حماس الكيرف بتاعها بينزل. يعني اول ما بدات حماس كويسه وبتاع، لكن النهارده التضييق ده انا بعتبر كل الفلسطينيين اسرى وليس معتقد اسرائيل، كلهم اسرى، كلهم احنا نتحشى على بعض مش معابر، لا كلهم اسرى. وبعدين المعابر دي اتفاقيه دوليه يا ست الكل، انت بتحكمها اتفاقيات دوليه، بتقول لك مع السلطه، السلطه ما فيش، حماس تقول لك انا اللي ماسكه، وصوفي الاتحاد الاوروبي، يعني حاجات كتير بتحكم المعابر يا جماعه، مش مصر لوحديها. ومصر مش هتفرط في امنها عشان خاطر زيد ولا عبيد، وعشان مشاكل كلها والله اصلا اعداء فلسطين هم اللي عملوها. طيب اعداء فلسطين هم اللي بيحبوش. طيب سيد القصاص، طبعا لا اريد ان ادخل يعني في الحديث عن الامن القومي المصري. يكره الفلسطينيين، لابد ان عمل تقارب بين الاثنين، بين الاثنين كويسين والاثنين بيمثلوا شعبهم. بل عندها اخطاء وده عنده. طيب اذا لماذا تصر يعني مصر على تطبيق او التزام باتفاقيه ليست هي طرفا فيها، اتفاقيه عام 2005؟ ولماذا بناء هذا الجدار الفولاذي يعني على الحدود بين القطاع وبين مصر؟ عشان القضاء على اعمال التهريب يا ست الكل. احنا النهارده في عندنا عربيات مسروقه من مصر بتدخل على قطاع غزه، في عربيات حتى في متاجره غير شرعيه يا ست الكل، مش كده؟ في متاجرة غير تجارة غير شرعية بتتم عن طريق، لكن احنا كنا فاتحين المعابر وهم عارفين في 7 معابر، سبع انفاق غير رسمية. طيب. مش معابر، المعابر دي مع اسرائيل، احنا ما عندناش غير منفذ رفح فقط، معبر رفح، باقي المعابر كلها مع اسرائيل، كلها على مع اسرائيل. طيب. احنا ما قفلناش رفح ده معمول. طيب سيد القصاص اسمح لي ان انتقل بهذه النقاط التي اثرتها الى سيد مشير المصري. يعني تعرقلون عملية الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية، وأيضا هذا الجدار وهذه الضغوطات لا تمارس على حماس، ولكن تمارس بسبب الأنفاق المفتوحة من أجل إدخال السلاح وغير ذلك. يعني دعيني أؤكد قبل الإجابة على هذا المسألة ما قلته في قبل ذلك، عندما أتحدث عن تدخلات من قبل السيد محمود عباس مع أولمارت أتحدث عن معلومات دقيقة في هذا الجانب، ولا أتحدث في إطار النكاية، لأن أي نجاح لصفقة تبادل الأسرى يتعارض كليا مع مشروع عباس الأمني
الذي هو يسعى أصلا للقضاء على المقاومة الفلسطينية، وبالتالي لا يريد أي نجاح للمقاومة الفلسطينية، وهو الذي يعتقل الآلاف من أبناء حركة حماس في الضفة الغربية ويمارس التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، وبالتالي ضمن التنسيق الأمني نجاح الصفقة يتعارض مع مشاريعه السياسية النظامية، وبالتالي أتحدث هنا عن معلومات وأفرق ما بين المرحلة هذه والمرحلة تلك. المرحلة تلك نعم كان هناك تدخلات من عباس، في هذه المرحلة لهذه اللحظة لم نتحدث عن إغلاق الباب، ما زالت المفاوضات جارية لهذه اللحظة، ونعتقد أن أي فشل يتحمل مسؤوليته هو نتنياهو الذي ما زال لهذه اللحظة يتمسك بذات الشروط التي تمسك بها أولمرت، ونحن نؤكد بأن شروطنا هي وأن جلعاد شاليط لا يمكن أن يرى النور ما لم يرى أسرار البواسل النور وفق شروط المقاومة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بموضوع الجدار الفولاذي فأعتقد أن ذلك ليس في خدمة للشعب الفلسطيني وليس في خدمة حتى لمصر، لأن الخطر على الأمن القومي المصري والفلسطيني والخطر على الأمن القومي في كل المنطقة هو من العدو الصهيوني، وأعتقد أنه أولى بمصر أن تبني جدارا فولاذيا مع العدو الصهيوني الذي هو عدو لنا وعدو لها، مفترض أن يكون كذلك. ومليون ونصف مليون فلسطيني يعانون من حصار غير مسبوق في التاريخ، مفترض أن يكون هناك موقف قومي وموقف إسلامي وموقف حتى إنساني وأخلاقي بعيدا حتى عن العروبة وعن الإسلام بإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. كنا نتوقع أن يتم تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بفتح معبر رفح وكسر الحصار، ولكن للأسف فوجئنا ببناء جدار فولاذي الذي يشكل بالتأكيد خطر على مليون ونصف مليون فلسطيني، ليس لإيصالهم لوضع مأساوي قاحط بل لإغلاق شريان الحياة الوحيد الذي يمد شعبنا الفلسطيني بالدواء وبالغذاء وبالطعام وبأبسط مقومات الحياة. وأعتقد أن مصر تراقب الحدود وتدرك أن كل ما يكو إلى قطاع غزة هي من أبسط مقومات الحياة التي يعتاشها شعب الفلسطيني، والتي لا تتجاوز 35% من الأمور الأساسية التي يحتاجها شعب الفلسطيني. أما مسألة دخول السلاح فأعتقد أنه قبل الأنفاق وبعد الأنفاق وقبل الخلاف وبعد الخلاف موضوع السلاح له آليات وله طرقه الكثيرة التي لن تعدم المقاومة الفلسطينية الوسيلة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم أشكرك من غزة وأعتذر على المقاطعة، انتهى وقت البرنامج. أنسر كتلة حركة حماس البرلمانية السيد مشير المصري، شكرا جزيلا لك. ومن الناصرة أشكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية السيد فايز عباس، ومن القاهرة النائب في مجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني الحاكم السيد حسن نشأة القصاص، شكرا جزيلا لك أيضا. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.